أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية عامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله باليوم والمسرات، وكل عام والجميع بخير. بابا وش هذا؟ أهلا يا بنتي، هذا ألبوم الذكريات. تعالي بابا، تعالي جيب سهرة علشان نسترجع الذكريات مع بعض. الله، انت من وين جبتي هذا؟ حصلته بالكبت. شوف الزمن كيف يمر بسرعة، وتبقى الذكريات بألبوم الصور. ما تتذكر هذه الصورة لما كان اخواني يروح الفلق الظهر وتنازعهم؟ ايوه وشوفي هذه الصورة لما طرشكم تروح المزرعة. الآن تعلمني انك شيء نكسة. هاي الشجرة بس الخلخلة بسرعة. قصي واجد ورق مباقة نروح نبيعه. فديني زد واجد باقي أقل واحدة عشان جينا فلوس واجد. وهذه ذكريات أمك لما كانت تجمع أطفال الحارة وتوزع لهم حلاوة. وهذا صورة حمود لما كان زعلان. لما تروحوا عيد معيدين واجد فلوس للعيد؟ إيه زين، ما تشتري من عيد؟ انت العاب واجد زين. يلا انت ما تروح معهم العيد؟ ما شو الخيام ضيع لكم التي؟ لا والله ما شفته، انت خبرتني. شوف يدخلوا فيها عشرة. اما هنا خالد على نفس العادة يحسب فلوسه. 100 200. عبود؟ نعم. مو تسوي؟ لا سبقش بيض ما شو من أحسب فلوسي. يا رب الدنيا لا أبقى ما حد طايق حد. زين أقول لك عشان تزيد عيديتك أنا أعطيك 3 ورقات. هلا 3 ورقات وش اللي عنك ورقة واحدة؟ مو رايك؟ كيف تحس الأمور بلاتي؟ أمور طيبة. 200 200. يلا هنتلاقى. 100 200 3. أحس الفلوس نقصا. ايه يا بنتي، هذا الالبوم جمع ذكرياتنا الحلوة ايام زمان، واليوم هذا البيت العود اللي تربينا فيه جمعنا على يد واحدة. شوفي هذا صورتي مع العيد الماضي. حلوة؟ انا عطاني كتمش عشان اصور. تعال عشان كذا نبين الصورة.